ذلك إلى ركنية وتتساوى الركنيات الثلاث لكل فريق. كرة في الشباك رائعة جدا، هدف ممتاز لمصلحة المينجو بصورة رائعة، كرة ملعوبة ذكية جدا من الكبير من النجم الرائع رونالدينو الذي يزور الشباك بطريقة رائعة بهدف أولمبي، بهدف من الركنية يأتي مباشرة في شباك فريق فاي، هدف التعادل لمصلحة فلامينغو. لاحظ الكرة من جديد والإعادة فيها إفادة، فيها كرة رائعة لمصلحة فلامينغو، فيها ذكاء كبير ومهارة استثنائية برازيلية من النجم الكبير رونالدينو.